محمد بن كوش الأرجل الطفل أيمن بن كوش اللي اختفى خرج البارح في ظروف غامضة ما عرفناش شنو السبب علاش خرج. كان عندنا شكوك أنه يعني كان كيتواصل هو شي واحد في الميسانجر. للأسف الميساجات مسحومة ما استطعناش نوصلو شي. هادشي اللي كاين ولدي أيمن إذا كنتي كتشوفني الله يرجع ليك رجع لداركم كما قالت لك ماما ترى حتى حاجه ما وقعت بحال اخر شيء تربو رجعتي حتى حاجه ما وقعت راك عزيزه ولدي راك عزيز وغالي او خوتي المغاربه الله يجزيكم بخير. اي واحد شافو ولا تعرف عليه ولا يعني بل مع شي واحد ولا شي حاجه يا اما يتصل بالشرطه يا اما يتصل بالصحه ديال الجريده يا اما يتصل بالرقم اللي موجود كنت تحت هذا المقال. شريكو الطفل أيمن اللي اختفى البارح مع 9 الصباح نطلب من خوتي المغاربة اللي شافوا أو اللي عرفوا اللي شافوا في شي محطة ديال التران أو الكار أو فيلم في أي بلاصة في التاكسيات يعلم الدوائر ديال البوليس حيت ديكلارينا ديجا. وبارحب عليكم الوالدين المغاربة خوتي ديروا راسكم راسي وراكم حاسين بالإحساس ديال الوالدين كيف يحسوا اللي شافوا ولا عرفوا الله يرحم والديكم اتصل على الرقم اللي تحت الشاشة الله يرحم والديكم وقالوا الظروف عادية نض مع الصباح كان تضحك معايا وشوية نزل ما شفناش وانت خرج خرج مع هذيك تسعود الله وانت انا لقيت واحد الرسالة خلاها لي وما بيه والو كان الولد عادي كيضحك وعادي كنت فاير ما تقلبوش انا مشيت ما تقلبوش عليا واخا تقلبوا عليا ما غاديش تلقاني. لازم نقول لي الخوتي المغاربة الله يرحم لهم الوالدين يحطوا راسهم بلاصتي واللي شافوا يعني ويديكلاري بيه في الكوميساريات في أي بلاصة ونقول لي رجع للدار ما كاين حتى مشكل ترجع ما كاين لا وقع والو بحال خرج من الدرب ورجع ما كاين حتى مشكل حنا بغينا غير نرجع لقرايتو والدار والعائلتو وكلشي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.